الشهيد محمود فارس الله يرحمه كان من البداية، يعني هو من أول ما دخل سوريا وبلش يدرس الهندسة الميكانيك كان متميز من بين أصدقائه، وكان نشط بالعمل الطلابي من البداية ومختلف عنهم من ناحية أنه بتطلع لقدام وعنده هدف سامي. أنا تعرفت عليه بال2008 في سوريا، كان مخلص هندسة ميكانيك ومتميز بشهادته، وكان منضم مع صفوف الحركة. من هناك بلشت بداياته، بلش يطور من نفسه ويسافر ويطور من قدراته العلمية، لحتى ما تزوجنا بال2009 واجينا تقريبا 2011 على غزة، لأنه كان عنده هدف بده يقدمه. بالأول أنا ما كنت كتير متشجعة لجاية، بس هو كان عنده هدف كتير عالي بده يجي يقدمه في غزة اللي هي في مجال الطائرات. بال2011 كان يعني إجانا تهديد إنه لا ما تنزل على غزة، كان عندي بس ابني الكبير وحيكون الوضع صعب، ومنقدر إنه إذا أنت نازل مشروع شهيد فإحنا بنطولك ما في مشكلة يعني، بس هو ما اهتم أبداً ورجع تكرر التهديد. وإحنا في الطريق في المعبر نفس الكلام برضه، هو ما أثر عليه ما اهتم إطلاقاً، وبلش يقدم من كل جهد وكل تركيز في غزة ويعلم ويطور من الشغل. الحديث إجت 2014 كان في استهداف للبيت في خان يونس، وانتقلنا على غزة وكملنا، بس هو أبداً ما كان يتردد ثانية إنه يقدم للقضية ويقدم للشغل. كان إنسان كتير نشيط، كتير متميز، مخلص في عمله، إنسان هادي يعني واضح وصريح، محبوب من الجميع جدا، سواء في البرج سواء مع أصدقائه مع أصحابه في الشغل، ظل مستمر برسالته وقدم وعمل قفزة نوعية. يعني هلأ اللي بتتباهى فيه المقاومة، هو من صنعه، هو بعض من زملائي اللي استشهدوا وسبقوه قبله، فهذا الإشي اللي عن جد هلأ بتتباهى فيه وإشي أضاف لمسة لقطاع غزة كشعبا قبل من المقاومة، كان من تعبه ومن تقديمه، وهاي الرسالة هاي الهدف اللي هو من 2011 بده يقدمها، بده يقدمها لأبناء شعبه. فأقول له إنه خفف شوي الأولاد كذا، يقول لي لا إحنا بدنا الشهادة، يعني إحنا بنشتغل لآخرتنا، الدنيا يعني دار مؤقتة ولزوال، فبالآخر بدنا الشهادة. وسبحان الله طلبها بإخلاص وطلبها كلها فداء للوطن، وربنا أعطاه إياها بأسمى صورة. ربنا ما راد له إنه يفطر على الأرض، راد له إنه يفطر على السماء. يعني لا، يعني لا أنكر إنه كانت صدمة، مع إنه أنا كنت حاسة إنه هو رح يستشهد، وصارحته قبل استشهاده بثلاث أيام، قلت له أنا بيجيني شعور أول مرة بحس فيه. يعني أنا الحمد لله حياتنا مستقرة وهادية، يعني إلي 9 سنوات تقريبا في غزة، شفت أهلي بس مرتين، كان هو أب وأخ وأخت وصديق وزوج وكل إشي كان بحياتي، يعني أنا أهلي كلهم موجودين في الخارج. يعني راد ربنا إنه يستشهد، كنت حاسة، بس هو كان فاهم علي شو أنا قاصدة، بس ما قدر يعني يحكي لي، يعني يقول لي لا عادي إزعاج بسيط وترتاحي. لما إجا خبر استشهاده أول شيء قالوا لنا إنه منيح، بعدين قالوا لا انقطع الاتصال،
المرة الثالثة أنا لا شكيت خلص، حاسة إنه في شيء مو منيح. الإعلام العبري نزل على طول إنه حطوا لي صورته وكتبوا القضاء عليه محمود فارس. أنا ما صدقت، يعني شفت هذا قلت لا، ما قدرت أصدق، يعني كانت صدمة. هاي في الليل ضليت أصلي وأدعي إنه يا رب بكرة لا يكون منيح ويجيبوا لي، يقولوا لي لا كويس هو بخير. لحتى إجا الصبح وتقريبا 8 الصبح قالوا لي لا محمود شهيد، محمود استشهد. لو اليهود يعني كل شهيد كل قائد بغتالوه إنه بفكروا إنه انتهى، كان زمان إحنا خلصنا أبدا. والحمد لله هو عنده أولاد يعني، وحريص جدا إنه يحطهم دائما بالمدارس المتميزة لأنه بده إياهم شغلة في المستقبل. وبالعكس إحنا حنكمل يعني، وهذا هاي وصيته كانت إلي دائما إنه الأولاد إن شاء الله ما حيكونوا أقل من أبوهم أبداً.